برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام ومشاهدي سي بي سي في كل مكان. جهود حثيثة وبناء يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي يقوم بجهود كبيرة في ربوع المحافظات المصرية من أجل مساعدة الأسر الأكثر والأشد احتياجا داخل الدولة المصرية. آخر جهود التحالف هو بروتوكول التعاون الذي وقعه اليوم مع مؤسسة موانئ دبي العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة في كل ربوع المحافظات المصرية، وذلك يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية والبناء التي تربط الجهتين والمؤسستين الكبيرتين، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بالتنمية المستدامة داخل الدولة المصرية. ولعل أبرز هذه المشروعات وهذه الملفات التي تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية ما بين التحالف الوطني وما بين مؤسسة موانئ دبي العالمية في مجالات الصحة والتعليم والتدريب والتوظيف والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى المساعدات الغذائية والاجتماعية، كل هذا يعني يدور في فلك تحقيق التنمية المستدامة داخل الدولة المصرية. اليوم وقع البروتوكول بين الجهتين الكبيرتين، ومن الممكن أن نقول بأن هذا البروتوكول دخل اليوم حيز التنفيذ بالفعل على أرض الواقع، وذلك من خلال توزيع طرود مدرسية وأدوات مدرسية على الأسر الأكثر احتياجا في يعني على طول نهر النيل، بدءا من مدينة الأقصر ومرورا بمدن إسنا وإدفو وكم أمبو ووصولا إلى مدينة الأقصر. كل هذا يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية والبناءة والفعالة ما بين التحالف الوطني وما بين مؤسسة موانئ دبي العالمية، وكما أشرت على أن هذا يأتي في إطار تحقيق التنمية المستدامة في ربوع الدولة المصرية. جهود كبيرة وبناء يقوم بها التحالف الوطني من أجل مساعدة الأسر والمواطنين الأكثر احتياجا داخل الدولة المصرية، هناك ما يقرب من 100,000 متطوع داخل هذا التحالف يبذلون جهود كبيرة في كل مختلف المحافظات المصرية من أجل كما أشرنا مساعدة الأسر المصرية ومساعدة كل يعني من يرغب في المساعدة بشكل قوي وحقيقي، وهذا يأتي في إطار الجهود البناءة والحقيقية التي تتم من خلال التحالف الوطني. بروتوكول التعاون الذي تم اليوم والذي تم توقيعه اليوم كان هو آخر جهود التحالف الوطني في إطار تحقيق التنمية المستدامة في ربوع الدولة المصرية.